اليوم بقى اليوم بقى خسنا نقطة للصدارة إن شاء الله، اليوم غنجيبوها وغنجيبو كثر إن شاء الله. اليوم غنربحو إن شاء الله، وديما وداد ديما وداد إن شاء الله، غنربحو اليوم إن شاء الله. كاين أبو حمرون، كاين أبو حمرون، حمرون 3-0 اليوم، 3-0 كلشي داخل. يلا وكاع جراد ولاد الناس. التوقعات ديالنا اليوم، الوداد ضروري ما غادي تفوز اليوم، حيت الأرضية الميدان راه لعبة وسط كيف ما كنقولوا مركب محمد الخامس، كيتسمى مقبرة الخصوم فريق الوداد المغربي، حيت الوداد هذا العام خصوصا يعني غيمثل الراية ديال المغرب، وإن شاء الله غنفوزوا في آخر نسخة ديال دوري أبطال إفريقيا، وان شاء الله لما لا العالميه ان شاء الله المره الثانيه. شحال بغيتيهم يربحوا اليوم؟ شحال؟ وانا كنتوقع 3-0 ان شاء الله، 3-0 وديما وداد. شكرا للوداد ديالك، يلاه هضر. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، باذن الله نربحوا ان شاء الله، شي نتيجه كبيره ان شاء الله، شي 4-1 ان شاء الله، وكاليف ان شاء الله. واعطينا شحال بغيتيهم يربحوا؟ فين بغيتيهم يوصلوا بالنيفو ديالهم؟ ان شاء الله نديو هاني نمشيو نلعبو في كاس العالم هاني، ما عندناش مشكل. ودادي ضروري.